والله كلهم زي ما الفنانين بيقولوا كلهم ابناء. طيب تمام، انت كانت بدايتك اصلا تياترو مصر مع استاذ اشرف عبد الباقي، تمام، ودلوقتي بتعيدي نفس التجربه بس مع استاذ اشرف. بدايتك مسرحيه مع استاذ اشرف. بدايتي المسرحيه بصراحه كانت مش في تياترو مصر، كان ليكي بدايات قبليها. انا عملت كانت اول حاجه ليا كانت مسرحيه اسمها بدوم، كانت اخراج سامح بسيوني، وكان معانا مجموعه كبيره من الفنانين، كان معانا الاستاذه الدكتوره سميره محسن، وكان معانا شمس الفنانه شمس، واشرف مصلحي، واحمد جلال عبد القوي، ودعاء طعيمه، وكان معانا مجموعه هايله جدا. يعني دي كانت اول حاجه مسرح اشتغلها، دي تعتبر ثالث تجربه مسرحيه ليا بعد تياترو مصر. باب الفتوح. باب الفتوح طبعا اخراج المخرج العظيم الاستاذ فهمي الحولي، وروايه تاليف الكاتب استاذ يوسف شعبان، استاذ محمد رياض، استاذ محمد محمود، استاذ اشرف طلبه، استاذ عزه جمال، مجموعه كبيره قوي من الفنانين. تمام، دي هيتم عرضها يوم الجمعه القادم ان شاء الله. طب تحكي لي شويه عن المسرحيه، فكره المسرحيه ايه ودورك انت بالاخص؟ المسرحيه هي مجموعه من الشباب كانوا قاعدين.